السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة المتابعين، أرحب بكم إلى هذا الفيديو الذي سنتحدث من خلاله عن واحد من أكثر الأخبار حزنا على عشاق ومحبي كرة القدم اليمنية في الداخل والخارج، ويتضمن خبر وفاة اللاعب محسن صالح محمد لاعب فريق شباب عريب الذي يشارك حاليا في بطولة الدوري التنشيطي التابع لدوري صغير المسبحي بمحافظة البيضاء، وتوفي هذا اللاعب وهو يحتفل على أرضية الملعب مع زملائه ومحبي وعشاق النادي أثناء فوزهم وتأهلهم إلى المربع الذهبي في الدوري. نذهب لمتابعة تفاصيل. تحولت فرحة تأهل فريق شباب عريب في دوري تنشيطي بمديرية مكيراس بمحافظة البيضاء إلى حزن بوفاة اللاعب محسن صالح محمد لاعب الفريق أثناء احتفاله مع مشجعي النادي الريفي الخميس الماضي. وتأهل فريق شباب عريب لنصف نهائي دوري باصغير المسبحي لكرة القدم بمديرية مكيراس في محافظة البيضاء عقب الفوز على فريق نصر الحتار بركلات الترجيح. وقال رئيس نادي شباب عريب جمال القطيش لوسائل أعلام محلية أن اللاعب محسن صالح 25 عاما تعرض لحالة التشنج في الملعب بعد فوز فريقه وسقط مغشيا عليه، ونقل على الفور إلى مستشفى مكيراس وهو يعاني من نقص أكسجين في حالة حرجة للغاية. وأضاف القطيش نقل الفقيد إلى أحد مستشفيات محافظة البيضاء إلى مستشفيات محافظة دمار، وهناك توقف قلبه بسبب تلك الفرحة العارمة وفارق الحياة بذبحة صدرية. وشيعت الأوساط الرياضية في مكيراس كتمان الفقيد ظهر الجمعة بمدينة عريب وسط حزن كبير خيم على المدينة. لكن ما حمش الحجر، الكرة تمشي في أفضل مشوار، ما في تسلل، روح بوم 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 متابعينا الكرام، تابعتم هذا الخبر. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الرياضة اليمنية الكابتن محسن صالح محمد الذي وفى الأجل كما تابعتم في الخبر، وهو ما يزال في مقتبل العمر في العمر 25 سنة من حياته. يتحدث الكثير حقيقة عن هذا اللاعب بأنه واحد من أكثر اللاعبين في الدوري التزاما ولعبا وأخلاقا وأيضا حفاظا على الصلوات والتعامل مع زملائه وكل من يعرفه، فالرحمة والمغفرة والخلود له والصبر والسلوان لأهله وأيضا محبيه. دعواتكم لهم بالرحمة، وحتى نراكم في فيديوهات أخرى. هذه تحياتي علي حميد الأهدى، السلام عليكم ورحمة الله.